اهلا بكم اعزائي المشاهدين، يسعدنا ان نلتقي مع احد نجوم الزمن الجميل، نجم الاولمبي، نجم منتخب مصر السابق والمدير الفني السابق للنادي الاولمبي السكندري، الكابتن نبيل الدقاق. مرحبا بك معنا كابتن نبيل. اهلا بيا كابتن خالد، والنورما في نادي الاولمبي. يعني الشرف ليا كابتن نبيل، تاريخ كبير الكابتن نبيل الدقاق، نجم الزمن الجميل ومدير الفني السابق للاولمبي السكندري، بدايات الكابتن نبيل الدقاق مع الكره المصريه والنادي الاولمبي. بدايتي من ناشئين النادي الاولمبي مدرسه الكوره، كان الكابتن فتحي النحاس الله يرحمه هو اللي ماسك، وتدربت فرق الناشئين الى ان وصلت الفريق الاول، كان في سنه 69 70 تمام، ولعبت منتخب مصر سنه 60 70. انضميت لمنتخب مصر فعلا كابتن بعد ما تألقت في دوري 71 مع النادي الاولمبي، فبالفعل مين المدرب اللي ضمك لمنتخب مصر فيها؟ كان الكابتن محمد الجندي، كان رحمه الله في مصر الله يرحمه، وسافرنا، كان في دوره وديه في السعوديه، سافرنا السعوديه ولعبوا هنا معانا، وكملت بعد كده منتخب مصر فتره وحوالي خمس سنوات كده. تمام. اهم مبارياتك مع الاولمبي السكندري يا كابتن نبيل، المباراه التي انساها الكابتن نبيل الدقاق مع النادي الاولمبي. مباراة هي كان لها يعني حدث كده، كان سعيد طبعا. هو كان عندي المدام، كان مباراة النادي الاهلي والنادي الاولمبي، كان المدام كان في حالة وضع طبعا، وكان ثاني يوم المباراة وسهرت لغاية الصبح طبعا، حالة وضع طبعا يعني الواحد، وربنا اكرمني ببنتي جيهان، وانا نازل الصبح رايح المباراة كابتن، فالمهم فببص كده لقيتها بتضحك، قلت يبقى ربنا هيكرمك. سجلت جول؟ جبت جول، كابتن محمد كان جاب جول، وانا جبت جول التعادل، كابتن خطيب جول وزيزو جول، وانا جبت جول التعادل في الدقيقه 47 وقت بدل الضايع، وكان جول ضابط كيس. ده جول مشهور على فكره. ده يعني الحمد لله رب العالمين. الجول ده فعلا بيعلق في احد المحطات يا كابتن، وانت تعلقت كتير وكتير مع نجوم كتيره تعتز بيها في الاولمبي، مين اكثر النجوم اليك في المستطيل الاخضر في النادي الاولمبي سكندري؟ والله انا لعبت مع جيل، كان جيل الدوري العام يعني انا لحقته الحمد لله، كابتن معروف بكره الله يرحمه، كابتن عز الدين، وكابتن الله يرحمه كابتن مصطفى كده ربنا يديله الصحه، كابتن نوري رحمه الله، وكان كابتن حسن الهوا، كابتن محمد صالح، وكانت مجموعه كبيره جدا، وكابتن طرفاوي طبعا، وكابتن فاروق السيد، مجموعه يعني، وجبنا المركز الثالث، كابتن حسن الهوا، كابتن حسن الهوا، جبنا المركز الثالث، وكان الكابتن محمد كاس طبعا المفروض، وعرضنا المركز الثالث سنه يعني سنتين ورا بعض، وكنا في مركز رابع بعد كده. كان في تفاهم كبير بينك وبين الكابتن محمد الكاس، كنت انت يعني كابتن، انت وكاس كبير فعلا، تفاهم كبير في الملعب. لا هو كان في تفاهم، وياما فرحت جمهور الاولمبي يا كابتن. الحمد لله رب العالمين، هو كان في تفاهم بينه وبين الكابتن محمد، يعني احنا اخ، يعني اخ فضله، لعيب كبير طبعا، وانعكس ده في الملعب. فده بينعكس على اداء في الملعب. في الملعب فعلا. فالحمد لله رب العالمين، يعني كنا ثنائي كويس مصر. قبل ما اختم اللقاء، رؤيتك لمرحله قادمه للكره الاولمبيه، وتمنياتك للكره الاولمبيه في المرحله القادمه ان شاء الله. باذن الله.